السلام عليكم احسن عائله في اليوتيوب، كنتمنى تكونوا بخير وبالف خير، ومرحبا بكم في لاشين ديالكم كندا موتيفاسيون فلوغ. كما عودناكم في لاشين ديالكم ديما كنهضروا لكم على جديد الهجره الى كندا. ملي كتكون يلا كي جاي كيكون صايت لك داك الريح في وجهك وما كتكونش عارفه باش مخضره. هادشي علاش حبيت نقول لك شنو هما الحوايج اللي خصك دير في البدايه واللي مهمه، وخصوصا بنادم على كيكون جاي كيكون عنده واحد لو شوك كولتيغيل. هادشي علاش اخوتي ما تخافوا ما تضراو ما تخاف ما تدهش، حيت خصكم تعرفوا على ان فاش كتجي كندا كتكون عندك في المغرب واحد لو نيفو دفي، عندك واحد لا زون دو كونفور، كتكون مرتاح، عندك واحد السالير زوين، كتكون بنيتي حياتك، عندك واحد لو روفوني، عندك لا ستابيليتي. فاش كتجي هنا خصك دير في بالك على انك tu as choisi هذاك لو ريسك انك غادي تبدا ان نوفو ديبار، وكنركز على نوفو ديبار حيت فاش داكشي كامل اللي كتخليه في المغرب كيبقى في المغرب، كتجي معاك داكشي اللي ايسونسييل. ولكن ملي كتبدا هنا بدايه جديده. كيفاش بدايه جديده؟ كندا الصراحه كتعلمك كيفاش تولي انسان عصامي، كيفاش تولي انسان كابابل. بونجور كتعلمك كيفاش تولي انسان عصامي كابابل، كيفاش كتخدم على راسك وما كتبقاش معول على لي بارون بزاف. الصراحه فاش كتكون في المغرب اولا في البلاد، وهذه راه مساله بديهيه، مساله جانبيه العمل، كنكونوا عايشين مع لي بارون، لي بارون كيساعدونا شويه كيعاونونا، الدعم المادي الدعم المعنوي. كتقول لو وقعت لي اي حاجه كاين معايا لي بارون يغيقوا معايا. اما هنا ملي كتجي لهاد البلاد السعيده ما كاين لا حنين لا رحيم، يعني ما كاينش شي واحد تقول حقه الواد هذا راه غادي نعول عليه غادي يقدر يفيدني غيقدر يعاونني في شي حاجه. لا، عول على راسك، غتعتمد على راسك، يعني مرضتي الا ما كاينش اللي غادي يديك لوبيتال من غير رجليك، احتاجيتي شي حاجه اولا خصك شي حاجه انت بوحدك اللي غادي تصرف على راسك وغادي تجيب. الا ما مشيتيش خدمتي وجبتي هذيك لقمه العيش راه ما غاديش تاكل وما غاديش تشكي لوليداتك. هادشي علاش اخوتي كندا كتعلم الانسان الاعتماد على النفس، كتعلمك تكون كابابل، وكتخرجك من لا زون دو كونفور، وكتبدل لك اوسي المونتاليتي. وهذه راه ماشي انا بوحدي اللي كنقولها، هذه راه خلاصه التجربه ديال قدماء المحاربين اللي فاش جاوا هنايا. نعطيكم مثال بيا انا فاش جيت مثلا لكندا، في الاول جيت ما كانت عندي لا طوموبيله، ما كنت كاري واحد دو ايدمي، يعني بديت على قد المستوى ديالي. هادشي علاش نقول لكم اول نصيحه اخوتي، انسان يمشي على قد المستوى ديالو، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذاك الناس اللي كيبغيو يمشيو اكثر من المستوى ديالهم واكثر من الجهد ديالهم، ربي راه كيحش لهم الركابي. خاص تعرف على ان لو سكري ديال النجاح ديالك في كندا خاص الصبر. هذه اول نصيحه غادي نقول لكم، الصبر اخوتي باش توصل للهدف ديالكم. خاص بنادم يتقاتل يكون حربي باش يوصل للهدف ديالو، خاص الانسان يكون بيان سور عنده الخاطر واسع، عنده لا باسيونس، عنده لا موتيفاسيون والكوراج باش يقدر يافونسي في الحياه ويفكر غير في الزوين، مابقاش يفكر في الخايب. حيت بقينا نفكروا توجور في الخايب، في الاساءه السلبيات وفي لي بارون، كنفكروا توجور في البلاد، وعقلنا كيبقى في البلاد، وكنديروا داك الحساب ديال كنكونفيرتي ديما من الدولار للدرهم المغربي، صعيب باش نافونسي وغادي نحمق وغادي نهبل. هادشي علاش كنقول لكم نبقاو ايجابيين، نبقاو متفائلين، ونشوفوا ديما الجهه الزوينه قبل ما نشوفوا الجهه الخايبه. داكشي علاش اليوم بغيت نهضر لكم على السلبيات وداكشي الخايب، بغيت نقول لكم داكشي الزوين. بما انك انت غتكون جاي لكندا اولا غتبدا حياتك في كندا، دير في بالك على ان في البدايه خصك تدخل، حيت اول حاجه خصك دير تقلب على الواي. باش تقلب على الواي غتقلب على راسك في ماركت بليس، غتقلب على راسك في كي جي جي حتى تلقى ابارتومون مزيانه، وغتسول لي زامي اللي كاينين هنايا، تهضر معاهم، تواصل معاهم، تقول لهم فوالا انايا راه جاي لكندا ان شاء الله وكنقلب على الواي، اشنو كتريكومونديو ليا؟ وهما ديك الساعه يقولوا لك شنو كاين، وهما ديك الساعه يقولوا لك شنو كاين، وغادي يحاولوا يقلبوا معاك لي زامي. كيف ما انا كانوا عندي اصدقاء اللي كانوا خدامين معايا في المغرب، وفاش جيت هنايا قالوا لي يونس راه بغينا نلقاو الواي، كيف ما انا ساعدوني الناس. انا فاش جيت صالحت الله، واحد هو اللي خلى ليا الدويت مي ديالو، ولد الناس الله يرحم ليه الوالدين سي امين، وكما تدين وتدان، يعني فاش دار معايا هو المزيان وداكشي
قبل ما نتحول لهذه المدينه اللي انا فيها، كان جاي واحد مغربي كنعرفو، تعاملت معاه، خليت لي لابارتمون، اي سي دونو دونو، وباقي لحد الان المعامله حسنه، وباقي الان بنادم كيجبدو غير الفعل ديالو. هادشي علاش كنقول لكم اخوتي، كيقول لك المثال ديال الخير وانتهى، ما نشوفوش غير الجهه السلبيه، نكونوا ديما متفائلين ونعرفوا على ان كندا فيها الزوين وفيها الخايب، ونبقاو نصبروا، حيت كتجينا خصك الكفاح، خصك تقاتل باش توصل للهدف ديالك، خصك تبين لافامي وتبين لاي واحد انك مادام جيتي لكندا وانك قادر تنجح وقادر توصل للوبجيكتيف ديالك، باش بالمثابره، باش انك دير واحد الهدف وتحاول تقاتل باش تنجح ليه. في البدايه غتجي ما يمكنش تكون عندك سياره ديال الاحلام، ما يمكنش تكون عندك سياره زوينه، حيت كندا ماشي ديال واحد يكون ماتيرياليست. شوف الفيديو يلا كيبادي حياتك، ما تستناش تجي تكون عندك شيفرولي بحال هادي، اولا تكون عندك مازدا، اولا تكون عندك تكون عندك الاودي كيو 5 اولا الفولكسفاجن تي دي. نو، داكشي اخوتي راه في الاحلام. انت يلا كي جاي في البداية غادي ديباني في اون اوتو عاديه، كاينين طوموبيلات اللي هما عاديين بحالاش طوموبيلات ديال سيفيك، سورتو طوموبيلات ديال جابون، كتاخذ واحد الهوندا سيفيك، كتاخذ تويوتا كورولا، كتاخذ نيسان، طوموبيل اللي تصبر معاك في البدايه. ملي كتاخذ لي اخويا هذيك الطوموبيله وكتصبر بها في البدايه، انتما شوفوا راه كنهبط، هابط ولا هاد البال، هابط ولا هاد البال، علاش؟ تقدر تجلسي في اي لحظه. انتما شوفوا، شوف لا كار، يعني كتهبط في الاول كتقول فوال انا غادي نجي، ما غاديش نلقى داك الشيء كما كنت كنحلم به، خصني نقل نتقاتل باش نشري طوموبيله، نشري سياره. مني كتشري سياره نهاية لقيتي الوايي، لقيتي طوموبيله باش تبدا تمشي تخدم وتجي، من تما كتبدا تقول فوالا انايا غنبدا نقلب عاوتاني، على خصوصا فاش لا كتكون جاي كاينين دي بونك اليمونتير كيساعدوك فاش لا كتكون جاي، دي بونك اللي كيبداو تمشي عندهم كتانسكريفا فيهم، كيبداو يعطيوك لا نوريتور مره في كل سيمانه كتمشي عندهم كتسجل معاهم، كيفما كيديروا خوتنا خواتاتنا اللي جاو هنايا قبل منا. كاينين اوسي بزاف ديال المساعدات كيساعدوك، مثلا كنتي بغيتي تلقى خدمه كيحاولوا يعاونوك باش تلقى خدمه، تصايب سي في، توجد راسك، هادي كيعاونوا لي ترافايور تومبوغير وحتى لي ريزيدون بيرمانون، كيحاولوا يعاونوك الا كنتي بغيتي دير بروسيدور ديال الباريناج، كيحاولوا يعاونوك الا بغيتي دير ديكلاراسيون دي زامبو. كي شتي فاش كتكون يلاه كي جاي لكندا كتكون ما عارفش فين كدير ديكلاراسيون دي زامبو، ما عارف حتى شي كونطابل، وباش دير ديكلاراسيون دي زامبو تاكو شير، الوغ باش ما تكلفش على راسك كتمشي كتسجل في شي اورغانيزم كومينوتير بحال كاسي اللي كاين في مونريال، بحال سناك اللي عارفينها بزاف ديال المحاربين اللي جاو هنايا، وهكا كتبدا حياتك. سي سا، هذا هو لو نوفو ديبار، خصك توجد راسك على انه فاش كتجي وكتانسكريفا وكتبدا حياة جديدة هنايا، يعني عندك لا نوف، عندك اون نوفيل ريسبونسابيليتي، عندك الوايي، عندك دي فاكتور خصك تخلصهم، عندك فاكتور ديال الانترنت، عندك هيدرو كيبيك، عندك فاكتور ديال التليفون، عندك الوايي ماوتي اللي خصك تبدا تخلص، هادو كاملين، عندك لي بيسري خصك تقدا، هادو كاملين سون دي بريفيزيون خصك تدخلهم في الحسابات ديالك وتوجد راسك، حيت هادشي اللي تابعك مادام جاي هنايا الا وتابعك لا ريسبونسابيليتي. ما تقولش لي حق الواد راه غتلقى الخدمه ديال الحلم ديالك كتسناك وغتخدم في ان بوست ديال ريسبونسابيليتي بحال كيما كنتي خدام في المغرب، لا ما يمكنش، غتجي غتخدم خدمه عاديه في البدايه، حيت هاد الناس هادو كندا بيعتني كتبيع في الاول بحال كتبيع لك واحد الحلم، واحد الوهم، كتقول لك حنايا بغينا اليد العامله، غتجي تخدم سالير واعر، سالير مزيان، مادام فاش كتجي تخدم غير تخدم كتصدم بالواقع على انهم كيقول لك واش عندك اكسبيريونس في كندا، واش عندك اكسبيريونس في لونور دامريك، علاش؟ حيت الخدمه في لونور دامريك كتختلف على الخدمه في لافريك، البناء في امريكا وكندا كيختلف على البناء في المغرب، حتى من لا ميكانيك عباد الله، لا ميكانيك حتى هي كتختلف، السيستيم ديال الميزور باش كيعبروا، هنا كيميزيو كيميزوريو بالميتريك بالامبريال، في اوروبا وفي المغرب كيميزوريو بالميتريك، هذا هو لا ديفيرونس، يعني مختلفين في كل شيء، بحال قلتوا لاميريك عندها نظام ديالها بوحدو في السير، في التطبيب، في البناء، في الميكانيك، مختلف على النظام اللي كاين في اوروبا وفي شمال افريقيا. هادشي علاش كنقول لكم هادو كاملين عوامل اللي غادي يساعدوك باش تنمي نفسك وباش تحسن المستوى ديالك. علاش؟ مثلا انا فاش جيت ما كنتش كنمشي كنبغي ندير الشارجمون ديال الويل، يعني كنبغي ندير الفيدونج، باش ندير هذاك الفيدونج سام كوتشير،
خاصني نمشي نشوف شركه، نشوف ميكانيسيان ندير عنده شونجمون دويل، نخلص 80 دولار باش ندير شونجمون دويل. 80 دولار هذه رخيصه. في الاخر شنو درت؟ قلت عوض نخلص انا كل مره 80 دولار باش ندير شونجمون دويل. اشنو دير ايون؟ علاش ما ديرش شونجمون دويل راسك؟ اشنو درت؟ هذيك 80 دولار اللي كنخلص بها كل مره شونجمون دويل، مشيت شريت جاك، شريت جاك، شريته مستعمل ب 50 دولار. مشيت شريت هذوك لي شونديل، هذوك لي سيبور اللي كيدير تحت من الطوموبيله، وليت كنهز الطوموبيله نخشي لي شونديل نبدل الزيت. هذه المره الاولى راني ربحت جاك. المره الثانيه عاوتاني شنو وليت كندير عاوتاني؟ صافي عندي لي زوتي، كنمشي كنشري الزيت ب 20 دولار، كنشري فلتر ب 5 دولار، 25 دولار، هاني هاني وليت كنقتصد 55 حتى 60 دولار في كل مره كنبغي ندير شونجمون دويل. الحاجه الثانيه اللي تعلمت عاوتاني، مثلا كل مره خصك دير لي شونجمون دي بلو. عندك البلو كدير بجوج مرات في العام، كدير لي بلو ديفير وكدير لي بلو ديتي. وانا كل مره تقهرت كنقول اوه سير خلص 80 دولار 70 دولار باش بدل بنوات، سير خلص 70 80 دولار باش بدل بنوات. صافي واحد المره تقهرت قلت يونس غنشري لوتي، شريت لي باك، شريت المسائل ديالي، وليت كندير شونجمون دي بلو راسي، عندي لي زوتي، عندي داكشي، وهكا وليت كنقتصد شويه بشويه. انا في المغرب فاش كانت عندي الداسيراتي فيما كنبغي نمشي ندير شونجمون دويل خاصني نمشي عند ميكانيسيان، خلص كطلع لي قضيه رخيصه ما مسخسخش راسي. ولي ميكانيسيان موجودين ما غانيش في المغرب، ماشي بحال هنا كتمشي عند ميكانيسيان بحال مشيتي عند طبيب. هذا هو هادو هما الحوايج اللي كتاقلم معاهم في كندا وكتخليك تعلمهم، كتولي اوتونوم. حيت انا فكنت نتفرج في الافلام كنقول اوه علاش هادو كيمشي عندهم كراج ديالهم؟ كل واحد عنده كراج ديالو، عنده لي زوتي ديالو. حيت علاش باش تجيب مثلا ان بلومبي ساكوتشيغ، باش تجيب مثلا تريسيان غالي، اي حاجه خصوصا ديك الحريفيه اللي عندهم بحال فيمانيير غالي، السباغ حتى هو غالي. الانسان هنا راه كيمشي كيتحول دار كيشد كيصبغ راسو غير باش يقتصد، باش يجيب سباغ ويخلصو 30 ولا 40 دولار الساعه، والسباغ يصبغ لك الدار في يومين، وحسب يومين غياخذ عندك واحد 600 ولا 700 دولار. انت هذيك 600 ولا 700 دولار غتمشي تشري بها السباغه وتشري بها الرولوات وشيت لك الخير. تشري السباغه ب 100 دولار وتشري الرولوات داكشي ب 200 دولار، وانت مقتصد 400 ولا 500. وهادشي كنقول لك بتجربه. انا فاش تحولت مول الدار قال لي شوف الا بغيتي نصبغ لك الدار راه كنعرف السباغ غيجي لك الدار غيصبغها لك غتخلصو. قلت لي لا لا جيب لي السباغه صبغها راسي. شريت رولوات، شريت داكشي وتعلمت راسي وصبغ الدار راسي. مره نهار كنصبغ الكوزينه، مره كنصبغ الصالون، مره كنصبغ البيت، كل مره واش. وهكا بقيت غادي تتعلمت. هانتوما تشوفوا خوتي بقيت غادي بحال هكا تتعلمت. وهادشي اللي كيتسناكم على فامي سي سا. حيت بنادم ما يبقاش يكذب عليكم يقول لكم حقا راه غتجي غتلقى الخدمه ديال الاحلام ديالك، غتلقى لابارتمون دو غيف، غتولي تخرج غتلقى الفلوس كيطيحوا بحال الشتا، خدمه غتخدم بكثر من 30 دولار الساعه. لا داك راه ماشي الواقع، لا رياليتي هي هذه اللي كنقول لكم. هادشي علاش الانسان خصكم توجدوا راسكم. الناس اللي راهم جايين ان شاء الله لكندا خاصكم توجدوا راسكم لهاد التحديات اللي تابعكم. حيت هادو كاملين سو سون دي ديفي اللي اصلا اي واحد يقدر يتخطاهم. حتى انا كنت نصدم في الاول، العام الاول العام الثاني، من بعد الحمد لله صافي ولات عندي هذيك راحه البال، ولا عندي هذاك الاستقرار، ما بقيتش مزرين، بقيت خايف، وليت كنقول صافي راه دابا مزيان والحمد لله. عام على عام الامور كتحسن، عام على عام كتعلم حاجه، وشاكاني بور موا اون ابرون توجور اي شاك جور. كل نهار كنتعلموا حاجه، كل نهار كنزيدوا الراس ديالنا شي حاجه. هادشي علاش كنقول لكم اخوتي ما تخافوا ما تزراو. الناس اللي راها ديجا دافعه الاقامه الدائمه وخرج لك السي اس كي عرف على ان بقى لك والو، بقات لك واحد الخطوه صغيره، وجد روحك. والنصيحه اللي ننصحكم الناس اللي دافعين البيومتري، الناس اللي خرجت لهم لو بيرمي دو طرافاي ولا خرجت لهم ديال فيزيت ميديكال وقربوا انهم يجوا لكندا، الله يرحم لكم الوالدين، شبعوا من لي بارون ديالكم، شبعوا من لا فامي ديالكم، حاولوا تدوزوا معاهم وقت كبير. انت اصلا خرجت لك السي اس كي، خرجت لك لا فيزيت ميديكال، يعني جاي جاي هذاك الوقت اللي باقي لك اخوتي. الصراحه نقول لكم النصيحه لوجه الله، راه ما كاين لا صحاب لا اصدقاء لا والو، راه ما كاينش على متعود. صاحبك هو جيبك، صاحبك وصاحبتك هما لي بارون ديالك، هذوك هما معاهم خصك تدوز وقتك. اما هذوك كتريح معاهم في القهاوي وكتجلس معاهم وتخرج معاهم، نهار تجي لكندا هنا راه ما يعقلوش عليك. ابيل هو الاخر ما يقولوش لك، ابيل يعيطوا لك يسولوا في كيدير بخير لاباس عليك، راه ما كاينش. نقول لكم الصراحه رمي. حيت علاش كلهم ملهي؟ راه ماشي كنقول لك هادشي راه لا فوت ديالهم، لا هادي راه سي لا في بنادم اون باس سويفون. الانسان فاش كيجي
كتولي عنده مشاغل، هذاك اللي خارج في المغرب حتى هو عنده مشاغل، هادشي علاش الله يكون في العوان. بنادم راه ما مساليش باش يجي يبقى انت في كندا يبقى يعيط لك ويسولفك والديكالاج اوغير، شكون غيبقى يعيط لك ويسولفك ديك الساعه؟ لي بارون ديالك، الوالدين ديالك غيبقاو يسولوك، الو فلان كي داير لاباس عليك صافا؟ شكون لي بارون ديالك غيبقاو يعيطوا ليك يسولو فين ولدي لاباس كلشي مزيان يطمئنوا عليك؟ حيت هما اللي خايفين عليك. هادشي علاش الاوقات الاخرى اللي غتبقى لك قبل ما تجي كندا ان شاء الله دوزها مع الوالدين، شبع منهم، خرج متعهم شويه، ديهم البلايص اللي كيحبوا، استمتع معاهم، شبع منهم في هذه الوقيته هذه، حيت ملي غتجي هنا غتولي باغي تشم غير الريحه ديالهم وباغي غير تعنقهم وما غتلقاهاش مالوغوزمون، حيت هذه هي السلبيه الكبيره اللي لقيت في كندا واثرت فيا شخصيا. هادشي علاش اخوتي عطيتكم واحد الجرعه ديال الادرينالين، واحد الجرعه ديال الموتيفاسيون، ديال التحفيز، و الحمد لله الحمد لله الايجابيات كتغطي بزاف على السلبيات. نبقاو ديما متفائلين وكنتمنى لكم التوفيق في مشروع الهجره ديالكم، كنتمنى الله سبحانه وتعالى يوفقكم وتحققوا الحلم ديالكم وتجيو لكندا ان شاء الله وباذن الله. هادشي علاش اخوتي خواتاتي، ديما الموتيفاسيون، ديما الكوراج، ما يخلعوناش، نتوما راكم احسن عائله في اليوتيوب، احبكم في الله وكنتمنى لكم التوفيق في مشروع الهجره ديالكم. السلام عليكم.